في جو من عدم الاحترافية قررت ان انا هصور الفيديو ده هنا في العربية وبالموبايل بس، مفيش اي تولز تانية، وكمان ابعاد الفيديو هتكون 16:9 بس عمود. يعني انت لو عملت تكبير للشاشة دلوقتي هتلاقي الفيديو ملا معاك الشاشة بشكل عمودي، دي حاجة غريبة جدا. بغض النظر عن كده، بالتأكيد انا جاي اكلمكم عن فيديو الاسئلة. وصلني 2200 سؤال، ال 2200 سؤال دول يعني مش عايز اقول لكم خدت وقت قد ايه عشان اقراهم، وبعدين اخترت اسئلة، والاسئلة دي رجعت فلترتها، وبعدين انا دلوقتي هبدأ اسجل وارد على الاسئلة اللي انا اخترتها، وفي الاخر متأكد ان انا لما هاجي بقى في المونتاج هلاقي الاسئلة دي في حدود مثلا نص ساعة، فاقوم انا ايه عامل ايه بقى، شايل النص ساعة دي كلها واخلي 10 دقايق. فانا بعتذر جدا من الاول كده لكل الناس اللي مش هقدر ارد على اسئلتهم. ودلوقتي لازم ابدأ الفيديو واقول لكم انه طبعا معظم الاسئلة كانت عن القرار الغريب اللي انا خدته ده، بس خلوا ده لنهاية الفيديو، وبعدين تعالوا نرد على شوية اسئلة كده. اول سؤال من علي، السؤال بيقول ان الموبايلات اللي بره مصر بتيجي بخامات تصنيع غير الموبايلات اللي جوه مصر، وبيدي مثال على سامسونج اي 50، وانا دي تاني مره جاوب فيها على السؤال ده، وحابب اكد جدا ان كل الكلام ده هري بنسبه 100% ومفيش حاجه اسمها كده اطلاقا، وان اي موبايل موجود جوه السوق المصري زيه زي اي موبايل موجود بيتباع في اي دوله تانية في العالم في الخامات، ومفيش اي اختلاف ولا 1% حتى. السؤال اللي بعد كده اتسالته كتير قوي، الفرق بين نوفا 5 تي واونر 20؟ الفرق ببساطه 2 جيجا بايت ريم، الاونر 20 بيجي ب 6 جيجا بايت ريم، والنوفا 5 تي بيجي ب 8 جيجا بايت ريم، بس كده مفيش اي فروقات تانية. بعد كده محمد بيقول ان هو محتار جدا بين نظام اي او اس ونظام اندرويد، وده السؤال الابدي، وعايز ياخد كمان اجابه مش تقليديه. وانا عارف ان في كتير من التيك ريفيورز ما بيحبوش يردوا على السؤال ده عشان ما يدخلوش في الخناقه بقى ويتشتموا والجو ده، بس انا بصراحه هديك إجابة لو فهمتها هتلخص لك حاجات كتير جدا. أندرويد هيديك حرية كبيرة جدا، آي أو إس هيديك استقرار على المدى الطويل، بس كده. مهند بقى بيقول نوع عربيتك إيه؟ مبدئيا العربية معايا بقالها أكتر من 6 شهور، فكرت كتير جدا أعمل فيديو عنها، الفيديو ده هيكون تجربة مستخدم، وانا مش هقول ان انا بفهم او ما بفهمش في العربيات، بس اقدر اقول ان انا بقدر بشكل كويس، فممكن اطلع فعلا ريفيو عنها، اعتقد ان هو ممكن يكون مفيد جدا لاي حد بيفكر يشتريها. فلو مهتمين بفيديو زي ده اكتبوا لي تحت، وقتها بقى نعرف نوع العربيه ايه وكل حاجه حلوه ووحشه فيها. طارق بقى بيتكلم عن السيت اب وبيقول لي مش ناوي تغير السيت اب، والسؤال ده جه من ناس كتير جدا وتكرر كتير قوي، فانا فعلا ناوي اغيره لانه انا مليت وانتوا مليتوا وكل الناس ملت، بس المشكله عندي ان انا فعلا يعني محتار جدا مش عارف ايه الستايل اللي ممكن اعمله. عامه لو حد عنده اقتراحات لستايل معين ممكن اعمل عليه السيت اب الجديد يكتب لي تحت. والسؤال اللي بعد كده، اكلتي المفضله والرياضي المفضل بالنسبه لي واخر حاجه مش فاكرها، واهلاوي ولا زملكاوي؟ اكلتي المفضله في كتير قوي قوي، انا بحب الاكل يعني بطريقه الناس مش هتتخيلها، بس يمكن اختار المحشي مثلا، محشي ورق العنب خاصه يعني. الرياضي المفضل بالنسبه لي ميسي، اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي مع ايقاف التنفيذ، يعني ما شجعتش الزمالك بقالي سنين بسبب مرتضى منصور، فلو مرتضى منصور مشي في يوم من الايام اعتقد ان انا هرجع اشجع تاني. يحيى بيسال سؤال مهم، لو شحنت موبايل، الموبايل ده ما بيدعمش الشحن السريع وانا شحنته بشحن سريع، انا موبايلك مثلا بيدعم 10 واط فانا شحنته ب 18 او 18 وانا شحنته ب 30، المفروض ان كل الشركات حاطه معايير امان عشان ما يحصلش اي حاجه. انت لما بتحط مثلا شاحن، الشاحن ده 30 واط وموبايلك بيدعم 10 او 18 مثلا، فوقتها كل اللي بيحصل ان موبايلك بياخد بس ال 10 واط اللي هو محتاجهم. في شركات تانية بتعمل عمليه رفض لعمليه الشحن، لو انت جيت تحط له شاحن اقوى بكتير جدا من المفروض يدخل له فوقتها ما بيشحنش اصلا. في ساره بتسال سؤال بتقول تتجوزني، ورغم ان السؤال ممكن يبان غريب شويه لان بس مش ده الغريب، يعني هو الغريب ان في عمار كاتب تتجوزني، يعني استغربت الاول من سؤال ساره، وبعدين لما شفت عمار لا قشطه يعني يا ساره سؤالك زي الفل جميل جدا، وعمار يعني
سؤال بقى من اللي اتسال بشكل كتير جدا، انتوا ليه بتنزلوا، انتوا كمراجعين تيك يعني بتنزلوا الفيديوهات مع بعض، وهل الشركات بتأمركم بكده، وهل ده تطبيل، وهل وهل، واسئله كتير قوي في الحته دي. طيب الفكره كلها ان الشركه او الشركات عامه المفروض ان هي بتدي افضليه للتيك ريفيورز اللي زينا ان هم يجربوا الموبايلات بشكل بدري عن الناس. يعني الموبايل لو هينزل يوم 15 ممكن الموبايل ده مثلا يكون معايا يوم 1، يوم 5، يوم 10، حاجات في الحدود دي. فوقتها انا عندي الافضليه دي. انا لو خدت الموبايل وبعدين قررت من دماغي ان انا هروح انزل الموبايل مثلا اللي جالي يوم 1 ده هنزله يوم 10 مثلا، فانا كده بوظت خطه التسويق اللي الشركه حطاها لنفسها، اللي هو ان الموبايل هينزل يوم 15. فكل اللي بيحصل ان احتراما للشركات بيبقى الستارت داي اول يوم ممكن انزل فيه هو يوم 15. والله قررت ان انا انزل 20 دي مش بتاعه الشركه، قررت ان انا انزل 30 مش بتاعه الشركه، بس المهم ان انا احتراما للناس دي عشان ما بوظش الحمله الدعائيه بتاعتهم ان انا ما انزلش قبل يوم 15. ليه بقى كلنا بننزل مع بعض في نفس اليوم؟ لان ببساطه الموبايل بيكون معايا من فتره طويله قبلها، فانا بالنسبه لي الستارت اب يوم 15 ده انا خلاص جربت الموبايل، رجعته، صورته، عملت كل حاجه. فانا وغيري من المراجعين عايزين ناخد اكتر مشاهدات ممكنه، فهننزل امتى؟ في اول يوم يكون الموبايل موجود فيه. فبالتالي وقتها بتلاقي مش كل الناس بس معظم الناس بتنزل يوم 15، لان معظم الناس عايزه تاخد فيوز. فاعتقد ان كده الصوره وضحت، لا في امر ولا في تطبيل ولا في اي حاجه من جو المؤامرات الكتير ده. عبد الغني بيقول لي هتعمل جيف اوي تاني، وفي بقى اسئله كتير جدا بتسالني عن الجيف اوي اللي فاتت. طيب مبدئيا مستحيل مستحيل اعمل جيف اوي تاني، وهقول لكم دلوقتي السبب. السبب انه انا من الناس القليله اللي قررت ان هي لما هتعلن عن نتائج الجيف اوي ده هيكون بفيديو لايف على فيسبوك، والويب سايت اللي انا عامل عليه ويب سايت عالمي، مفيش اي حد في العالم يقدر يفيك نتائج الجيف اوي عليه. من ساعة بقى ما عملت الجيف اوي ووزعتها على الناس، شتايم وانت 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 وفين وحرامي وحاجات يعني وصلت للاب والام وحاجات جميلة. فليه؟ طب يعني هحط لكم بالمناسبة اللايف بتاع الفيسبوك تحت في الديسكريبشن عشان لو محدش شاف لايف الفيسبوك. وفي نفس الوقت انا شايف انه الموضوع مش كويس، يعني انا بقيت مقتنع بكده. انت مثلا بيكون عندك 250 الف واحد مشترك في الجيف اوي، وبعدين مثلا في 20 30 بالكتير 40 50 واحد هيكسبه. فانت ال 2000 ونص دول او ال 250 الف واحد دول هتشيل منهم مثلا 50 واحد كسبه، باقي ال 250 الف بقى بيهاجموا فيك. طب ليه يعني؟ الموضوع مش مستاهل يعني. فقشطه، خلونا بعيد عن الجيف اوي، احنا كده فل ويعني تمام و مش هنزعل من بعض. محمد يوسف بيسأل ايه الموبايل اللي انا هدخل بيه سنة 2020؟ موبايل هو الموبايل اللي انا بسجل منه حاليا، وهو ايفون 11 برو ماكس. بعد كده محمود بيقول اول سمارت فون اشتريته كان من شركتي. هو مبدئيا انا ما كنتش شاريه، هو كان هدية من اخويا، كان بعتهولي من السعودية، وكان سامسونج نوت 2، وكان الموبايل ده طفره بكل المقاييس في وقته. طيب السؤال المعتاد بتاع البطاريه، وهديك الخلاصه في 3 ثواني. خلي بطاريتك دايما ما تفصلش شحن وما توصلش ال 100%، يعني خليه في المنطقه الامنه من 10% ل 90%. طول ما انت في المنطقه دي بطاريتك بنسبه كبيره جدا هتكمل معاك او هتعيش معاك لسنين بدون ما تتضرر بشكل كبير قوي. طيب ميدو بيسال نوع كاميرتك ايه؟ دي حبيبتي مش كاميرتي، كانون ايس ار. سؤال مهم جدا لازم اجاوب عليه، وهو ان في عيب في الموبايلات حاليا في موضوع الشبكات، ولا العيب في الشبكات اصلا اللي موجوده في مصر. عايز اقول لك ان انا بقالي شهر، وده انا متاكد منه، وانا هتكلم على شبكه واحده من الشبكات لان ما عنديش درايه بباقي الشبكات، انا هتكلم على الشبكه اللي انا بستخدمها وهي فودافون. في كوارث في شبكه فودافون في الشهر الاخير لازم يعدلوها، فهو مش عيب في موبايلك اطلاقا. طول الوقت الموبايلات مغلقه، طول الوقت بتدي مشغوله وهي مش مشغوله، طول الوقت ما فيش شبكه، ففي الشهر الاخير فعلا في كوارث، فاطمن العيب مش في موبايلك نهائي. نيجي بقى لسؤال الحلقه، شعرك راح فين؟ عايز اقول لكم بقى ان الموضوع دخل في كوميكس، والناس عملت كوميكس عليا ومئات الاسئله، والموضوع وصل لدرجه ان يوسف لوندي سال سؤال مختلف تماما وقال شعرك فين؟ و كمية تشبيهات، بس هي كل التشبيهات كانت محصورة بس في شخصين. الشخص الأول أبي يوسف،
والشخص التاني الزعامة. وطبعا بقى كان في أسئلة جد زي انه طيب ده عشان شعرك خفيف، طب ازرع، طب حط منوكسيديل، في أسئلة كتير جدا وقشطة يعني، في ناس وصلت فعلا للمشاكل اللي عندي. انا من نوع الاشخاص اللي دايما ما بحبش اهرب، يعني انا ما بحبش اهرب من حاجه انا موجود فيها، طالما اتحطيت في موقف بتعامل معاه. انا شعري في الفتره الاخيره كان خف جدا وبقى عندي مناطق، يعني لما كان طويل يعني كان في مناطق بشكل واضح جدا باين ان فيها فراغات كبيره جدا. فانا كان قدامي حل من اتنين، الحل الاول ان انا احاول افيك الموضوع، احاول اتقل شعري بمليون طريقه تانية ممكن تكون موجوده بس هو مش حقيقي مش تقيل، او الحاجة التانية ان انا فعلا خلاص اتعامل بواقعية انه في خطوة لازم تتاخد. ايه هي الخطوة دي؟ مش عارف، لحد ما في الاخر استقريت ان الخطوة دي ان انا اشيل شعري بشكل مبدئي. طيب في ناس بتقولي ليه ما زرعتش او ليه مش هتزرع لحد دلوقتي، يمكن دي تتغير في المستقبل، بس لحد دلوقتي انا ضد فكرة الزراعة، لان كل الزراعة دي للناس اللي ما تعرفش بشكل مختصر، دكتور بيجي ياخد شعر من ورا من هنا وبعدين يبدأ يحطه هنا. انا عارف ان هو على فكره يعني باين ان هو مش خفيف ولا حاجه، بس لما كان طويل كان باين ان هو خفيف يعني. المهم الزراعه مش عمليه، كل الناس اللي انا شفتهم زرعوا ما اعتقدش ان النتائج كانت بالنسبه لي كويسه، هي عياده واحده في العالم كلها اللي كانت مبهره بالنسبه لي، والعياده دي كانت في مدريد في اسبانيا. غير كده فعلا بشوف الزراعه اختراع فاشل جدا. الحاجه الثانيه المينوكسيديل، ودي اللي ما اعرفش اللي هي الماده اللي المفروض ان هي بتبدا ترجع لك شعرك عادي زي ما كان، بس مشكله وازمه المينوكسيديل الازليه مع الناس انه الماده دي بمجرد ما بتوقف استخدامها، هي عباره عن بخاخ او سبراي او فوم يعني او جل، بمجرد ما بتبطل استخدامها خلاص كل الشعر اللي طلع لك بيبدا يقع تاني. انا كل اللي بفكر اعمله دلوقتي ان انا هبدا اخد شويه علاجات زي فيتامينز، وبفكر استخدم المينوكسيديل، بس المينوكسيديل مش عارف مش ما يعني مش هقدر استمر معاه، صعب جدا استمر معاه، وخاصه ان هو عايز مدى الحياه ومقرف بقى. انت طول الوقت خايف انه مثلا المينوكسيديل يجي هنا فيطلع لك شعر، يجي مش عارف فين فيطلع لك شعر، يجي على هنا يطلع لك شعر. هو طبعا ما بيطلعش من مره واحده، بيطلع على المدى البعيد، بس اقصد فكرته، فكره الموكسيديل مش عمليه اطلاقا، مستحيل حد يقدر يحطه طول حياته. انا ما بقدرش احطه اصلا اسبوعين ولا اسبوع ورا بعض، فتخيل شخص هيحطه طول حياته. هو بيطلع شعر بس. فاللي انا توصلت له في الاخر ان انا اشيلها بالطريقه دي. هطوله تاني ولا لا مش عارف، انا متقبل شكلي بالطريقه دي. في ناس شايفة انه ده والله لايق عليك وكويس جدا وحلو، في ناس شايفة ان هو عادي، وفي ناس شايفة ان هو وحش. بالنسبة لي انا شايف ان هو مقبول نوت باد، وشايف انه ممكن مع مرور الزمن موضوع يكون لايق عليا بشكل اكبر، مش عارف الحقيقة يعني لسه مش متخيل، وممكن ارجع طوله تاني واضعف واحس انه لا انا مش قادر اعيش من يعني مش هقدر اعيش بالطريقة دي كتير، مش عارف الحقيقة، ما خدتش لسه قرار. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل. وبس دي كانت كل حاجة عندي عن كل حاجة في الفيديو ده. انا مش عايز اقول لكم ان انا بقالي كتير او في الشارع اصلا، تقريبا الجو بدأ خلاص يغيم والمغرب هيدخل وانا بقالي كتير او واقف هنا، بس في الاخر المفروض ان انا في واحدة قاعدة بتبص لي، فتقريبا مفكرة ان انا مجنون او حاجة، انا مش فاكر قوي كنت بقول ايه. واعمل سبسكرايب، لازم تعمل سبسكرايب، ولازم نوصل الفيديو ده لاكبر عدد لايكات ممكنه، واستنوني الفيديو الجاي.